السلام عليكم ومرحبا بجماهير النادي الإفريقي. كالعادة عندنا مقابلة هامة ما غير ما نشكوا فيها وما غير لحد شيء، مقابلة النادي الإفريقي والأولمبي الباجي. ما نهبطوش يدينا، راهو الناس اللي تهبط يديها راهي الناس الفاشلة. الناس الفاشلة هما اللي يأيسوا والناس اللي يقولوا صحيح انتهى النادي الإفريقي في المرتبة الثالثة. يا ولادي فهموا هالي، فأنا كرة قدم احنا قاعدين نتبعوا في تونس، أنا هي الكرة اللي نتبعوا فيها. مازال جولة، النجم الساحلي عنده 22 نقطة، الملعب التونسي عنده 24 نقطة، النادي الإفريقي 21. أش علينا في النجم ينتصر على سليمان ينهزم، وكي ينهزم تندم أنت على دو بوان حوافز؟ هذايا شيء غريب، شيء يحشم. راه ناس مأيسة، ملاعبية مأيسين، مدربين مأيسين. بالطبيعة شوف عندك المدربين اللي ريناو في النادي الإفريقي الساعة هذيا ما نحكيش خير. بالنسبة للمدربين الزوز اللي قاعدين يرينوا في النادي الإفريقي هذايا طويري والحجالي، كانوا هما مدربين مساعدين لسعيد السابي. ما نقول لكم أنت كي تنحي المدرب تنحي معاه المساعدين. فما مرة عفوا، فما مرة أنا حكيت قلت راهو الطويري ماذا بينا معناه يكون مساعد مدرب نتاع كمال القلسي. مانيش نقصد على الطويري هذا، ما في باليش اللي اسمه الطويري جملة، صدقوني لا ندري عليه شنو اسمه هذا مساعد مدرب نتاع سعيد سابي. انا ماشي في بالي نحكي على محمد الطويري اللي كان لاعب كبير في النادي الافريقي واللي ديما مكثر كاريره كامل مع دي مساعد مدرب. هذا اللي نحكي عليه انا، هو ومعاه كمال القرسي، زوز ناس محترمين، زوز ناس بالرسمي دماد نتاع كوره، كاريير كبير في التدريب كمساعد مدربين، يعني في الاداره الفنيه ناس راهم بالحق عندهم يقولوا في رواحهم. انت سبحان الله في يوسف العلمي، يا يوسف العلمي الناس اللي قاعده تقترح عليك في مدربين اش معناها ما همش باش يفيدوا النادي الافريقي راهو زايد. ثم ناس يقترحوا على يوسف العلمي في سامي الطرابلسي، معناتها تصوروا انتم معناها، والناس تقترح في منظر الكبير، يعني المدربين كما قلت لكم هاك الناس اللي تكتف يديها وتبقى تتفرج من بعيد. تيجي الكليب يلزمها ناس صحاح، ناس كاسحين، ناس يفهموا في التدريب، وبعد التدريب يلزمك تكون عندك شخصيه كبيره ياسر في وسط الملعب، انهارت الميدان لجورجي يلزمك تكون عندك شخصيه، تعرف وقتاش تعمل التغييرات، تعرف وقتاش تحكم بزمام الامور. هذا بالرسم المدربين اللي النادي الافريقي يستحق لهم، اللي هما مش برشا، اكيد مش برشا نظرا للظروف الماديه الصعيبه نتاع النادي الافريقي اللي ديما احنا تسمينا على ظروف ماديه صعيبه. يا لندرا ماناش قادرين باش نردوا ظروفنا الماديه سهله، تي قادرين، راهو عندنا مستشار كبير القطريه، وعندنا اريد، وعندنا مداخيل كبيره من الجمهور نتاع تونس نتاع النادي الافريقي، جمهور كبير ياسر ما شاء الله قاعد يدعم في النادي الافريقي. كيفاش احنا معناها ديما نحيروا في المدربين ونبقاو نستناو الفتره هذه اللي يوسف العلمي قاعد معناها يستنى واحدة واحدة وقتاش نفضوا الأمور وقتاش نحطوا مدربين؟ يا خويا راهو كي تحب تبني تبني تعاود معناها تحط حاجة صحيحة، تبني على ركيزة صحيحة. أول العام قلنا لك بدلنا المدرب باش تمشي أمورك، باش في وسط العام تلقى روحك حضرت ليكيب. قلت لي اسكتوا عليا راكم ما تفهموش وراكم خطيتكم وكل شيء وخلينا احنا نتصرفوا. خويا هاك تتصرف، هاك في الاخر خرجت يوسف المدرب هذا سعيد السابي، المدربين المساعدين نتاعو اللي باقيين المريفات راهي مهزله. الناس اللي تفرجت في المقابله نتاع النادي الافريقي ومستقبل سليمان اكبر مهزله ريتها في التاريخ. يعني مستقبل سليمان انهزم مع الجميع، فكرني بتطاويل عم ناول، خسر مع الناس الكل، نتائج كبيره مع الناس الكل، مع النادي الافريقي احنا ما كورناش، احنا نتفرجوا، لا خطه تكتيكيه لا حتى شيء، لعب نفس الخطه نتاع المدرب السابق 4-2-4 اللي هي خطه ما ثماش منها، ما ثماش راهي خطه 4-2-4 راه، تعرف صدقوني ريتها كان في النادي الافريقي، ثم خطه 4-2-4 والله لا ثماها في الدنيا، اللهم اللهم تنجم تلعب حتى 4-6. كي تبدا عندك فريق ضعيف على الاخر الوسط الميدان وكلهم كلهم يولوا يلعبوا مهاجمين، هذا كي تبدا فريق اضعف من الضعف، فريق جمله معناه ما يعرفش يكور. اما ديما في كره القدم معناها وفي الامور العلميه يلزمك تكون عندك خطه واضحه. الخطه المدروسه نتاع النادي الافريقي اللي السنه ناجحه اللي هي 4-3-3 واللي هي خطه طبيعيه، هاكا عندك في الوسط ثلاثه واضحين وعندك ثلاثه مهاجمين فيهم اجنحه وقلب هجوم، يعني تنجح الامور مريق لاربعه مدافعين، هذه الخطه الاصلانيه اللي تنجح في النادي الافريقي. بخلاف هذا ما تكسروش روس جمهور النادي الافريقي بخطط معناها واهيه، خطط ما جت حتى شيء. الدليل واحد بلاش مع سليمان معناها لولا زعلوني معناها بمجهود فردي ما كناش كنا يمكن ياسر تعدلنا، ثم فرصه جات لسليمان في الشوط الثاني كان ينجموا يعدونا وتكون مهزله كبيره ياسر وقتها، مهزله فيهاش اللي نحاولوا نبنيوه يتيح في الماء قبل ما نبداو في الرسميات.
كل ما نحاول نبداو باش نتحصلوا على الألقاب ولا نبداو في الرسميات، النادي الإفريقي يراهوج الجمهور ديما، راهي مش مرة ولا اثنين، يراهوج الجماهير ويخرجوا لك الفطالح متاع التحليل اللي في الإذاعات واللي في القنوات، يخرجوا لك ويهزوا يسطوا، معناها كل واحد يخلوض وحده. ثم حكاوا لي أنا جمهور النادي الإفريقي، ثم بعض المحللين معناها يحكي قال المدرب السابق النادي الإفريقي ما وفرولوش ظروف متاع الانتصارات. لا بابا، منين جابوك ومنين وليت تعرف تحلل ومنين تفهم في التحليل؟ معناها توصل تقول هكا؟ يعني ثم ناس يحكي وجيس تخط تحريري يا خويا تكلم وقول هكا. جاب ربي النادي الإفريقي وجماهير النادي الإفريقي أصبح عنا على الأقل منبر إعلامي حر نحكيه عليه مرتاحين، نحكيه في مع النادي الإفريقي ومع جمهور النادي الإفريقي، واللي يحب عليه جمهور النادي الإفريقي نحكيه عليه وما نحشموش، وقولوا الحق زاد ما نكذبوش على الناس، قولوا كيف الحق. هذا هو اللي قاعدين نقولوا فيه على النادي الإفريقي. المدرب يا خويا بالنسبة لفوزي بنزرتي، باش نحكيكم على فوزي بنزرتي، فوزي عنده إشكالية مع الوداد، راهي النتائج سلبية ممكن ياسر، وتعرفوا فوزي إذا كان ما مشاتش الأمور راهو ينسحب بكل سهولة، والوداد البيضاوي قاعد يمر بأزمة مالية، يعني ممكن ياسر فوزي بنزرتي راهو ينجم باتصال هاتفي تلقاه خرج من الوداد البيضاوي وجا له كلوب أفريكا. مش تزيد تقول لي حتى فوزي عقده غالي، لا عاد يزين عاد تيزين عاد، هي ناس أشبه مدربين خلصوا 30 مليون جات على فوزي باش يخلص 50 مليون تونسية، ما نحكيوش بالدولار بالتونسي. يعني شنو هي الاشكاليه؟ شنو هي الاشكاليه؟ مدرب باش يهزك عبد الحق بن شيخه خسرناه هلا غالب النادي في اول العام، الناس اللي تبع فيها يا ولادي جيبوا بن شيخه، يا ولادي جيبوا فوزي، هلا غالب فوزي ثم امكانيه راهو باش نجموا نجيبوه اذا كان يتحرك رئيس النادي، اذا كان يتحركوا مسؤولين النادي الافريقي. يا ولادي راهم قاعدين يدبروا عليكم في مدربين مكروهين من جمهور النادي الافريقي، راكم مش تزيدوا تعانيوا وتخلوا الجمهور يعاني في جرتكم، وهذا ما نحبوهوش يا خويا. هانا تو عندنا تراف، عندنا شهرين كاملين راحه يا ولادي، خلينا نبنيو على سكه قندره صحيحه يا خويا. برا جيب لنا خويا مدرب مساعد، مدربين مساعدين نبدا من تو. كمال القلسي سي فاسيل، انا نعاود ونكرر يلزم يفهموها، كمال القلسي تحطوا سينيور هالجمعه ونص هذم اللي تجيب له مدرب، كان تحب تخلي كمال القلسي يا خويا ما ثم حتى اشكاليه. اللي باش تجري عليه على مدرب تمشي تجري عليه على مدرب مساعد، ولكن زاد بصراحة ما تخليناش المدربين المساعدين الحاليين. زاد باش نزيدكم حاجة أخرى، المعد البدني في النادي الإفريقي راهو لاحظت ماهوش مريقل، المعد البدني معناتها ثم إشكالية بصراحة، ثم إشكالية، الملاعبين كلهم يشدوا في ساقيهم، معناتها ثم إشكالية. التدريبات إذا كان المعد البدني ماهوش صحيح بدل، بدل المعد البدني. هذه باش نبداو متفاهمين فيها، المعد الذهني خرجوا جمله لا ذهني لا شيء، زادوا فشلوا الملاعبين، ظهر لي زاد طايح لهم ما في الكيام من المعد الذهني هذا، يعني هذا اللي قاعد صاير حاليا في النادي الافريقي. راهو ما تجيش النادي الافريقي نكونوا مش ننافسوا على البطوله واحنا ما عندناش مدرب واضح، راهو يلزمك تزرب روحك وتجيب المدرب يبدا يحضر. اخي شهرين شهر ونص حتى كان جو شهرين، المنتخب التونسي يا اخي مش يوصل هو الدور النهائي، صعيب ياسر، صعيب باش نلقاو المنتخب التونسي. عندك شهر هذايا شهر جانفي هكا هو انا دخلنا فيه، جانفي هذايا اذا كان انتهى شهر جانفي تلقاونا نلعبوا في البطوله في البلاي اوف، نحضروا روحنا، عندنا كاس الكاف يا ولدي، فرصه باش نهزوا كاس الكاف يا ولدي، فرصه باش نرجعوا النادي الافريقي العريق للالقاب يا ولدي. كيفاش باش نرجعوا للالقاب واحنا عندنا زوج مساعدين مدرب معناها نتاع اصناف شابه يا ولدي؟ راهو عيب يا ولدي، راهو عيب، مش معقول. قلنا لكم لسعة جردة، قالوا لي لسعة جردة هاوكا في النمسا، هي لسعة جردة في النمسا ما هو من المواطنين بالخارج يعيش، شنو المشكل يعيش الغاديكا؟ تطلبوا تويجي، تطلبوا تويجي، والسوم نتاعو ماهوش غالي برشا باش ما نكذبوش على الناس، ماهوش سوم غالي برشا، دونك ينجم لسعة جردة يجي له كلوب افريكا، واحسن واحد انا نلاحظه وانا ينجم يجي للنادي الافريقي هو لسعة جردة بصراحة. اذا كان تحبوا تقويوا النادي الافريقي وتردوه فريق عالمي، تحبوا النادي الافريقي تردوه فريق عالمي، باه هاوكا اقتراح ساهل ماهل يجعلكمش تعملوها. فوز الرويسي وعاد سليم مساعدين مدرب، ولسعة جردة مدرب اساسي، فوز الرويسي وعاد سليم مساعدين مدرب، وكمال القرسي مدرب اساسي، على خاطر الخبره تغلب الطموح في التدريب. راه يكذب عليك مدربين نتاع الخبره راهم عندهم يقولوا في رواح اللي هما الكبار، راهو ما تقوليش راهو عاد سليم ما عمل شيء، فوز الرويسي ما عمل شيء، دونك كمال القلسي عمل، هز زوج كؤوس مع النادي الافريقي شويه ما تراوش بيه الشيء هذايا، معاه مساعدين مدرب يا فوزي يا عادل، ظهر لي كورجيه كبار. انا قلت
ما يجوش مدربين اساسيين بصراحه على خاطر ينجموا تفلت بهم بعض الامور، ولكن مساعدين المدرب ينجموا يعاونوا وقت اللي في التريمو خاصه في التدريبات، عندهم تكنيك عندهم دنيا، ينجم الملاعب الغفاص اللي ما يعرفش يكور اللي ما يعرفش يعمل كنترول يشدوا فوزي ولا عادل يوري له كيفاش، الملاعب اللي ما يعرفش يتمركز في قلب الهجوم يشدوا عادل وفوزي يوري له كيفاش، وكمال القرسي يديريجي المقابلات خاطر كمال القرسي مهف نتاع ديريجون مهف الراجل راجل كبير وقروب يفيد النادي الافريقي. هذا يا يوسف هذا اللي كان ما لقيتش حل وتحس بها صعيبه، متى اذا كان عندك مشكله داخليه مع كمال القرسي تجاوزها اخويا في من اجل مصلحه النادي الافريقي، تجاوز المشاكل الداخليه تجاوزها وطلع لنا كمال القرسي يا اخويا، ناكدوا لك راهم هف، انا ناكد لك راهم هف. وبالنسبه للجرده تتسمع عملت انيسياتيف باهيه، ما لا خويا فاش تستنى لي باش معناها يدبر عليك ويقول لك جيب سامي الطربلسي ماهوش مقبول، باش يقول لك جيب مدرك باير ماهوش مقبول، وتو تشوف كيفاش عندهم رزانه في التدريب حاجه ميديوكر معناها ما تنجمش تنجح مع الكلوب. كما المحللين اللي نتفرجوا فيهم هذوك معناتها يبداو يحلوا في البلاطوات وكل شيء وفي الاذاعات وكل شيء غلط كل شيء غلط، دونك احنا نحبوا مدرب يا خويا ينهض بالنادي الافريقي. هذه حاجه بالنسبه للمدربين، راني قلت لكم ظاهر لي الكوره في يد يوسف العلمي يا خويا، وزاد ما تنساش حاجه طرف عندنا منع الانتدابات، خلينا نقوموا بالانتدابات ونرجعوا النادي الافريقي بالرسمي باتم معنى الكلمه. النجم الساحلي ممنوع من الانتدابات، وك تشوف فيه يحارب على المراتب الاولى وفي الكاف ولا يحارب يحب يطلع، واحنا معنا عندنا الانتدابات جونا به وفي الاخر يصير فينا هكا يا رسول الله. وبخلاف هذا سمعنا بعض الاخبار معناها تنجم تكون صحيحه، الطيب المزياني ما لعبش في المقابله تاع الملعب التونسي ماهوش بداعي الاصابه، معناها الطيب المزياني قال لك انا جايبيني باش نلعب اساسي راه مانيش مستعد باش نلعب احتياطي. يا طيب عندك الحق، سامحنا خويا سامحنا عندك الحق، مكانك اساسي صحيح وغلطه مننا احنا صحيح، معناتها حمدي العبيدي ماهوش في مكان طيب المزياني باش نضربوهم راس براس، لا راس براس تضربها بينات كيكس ايدو حمدي العبيدي قلب هجوم تختاروا واحد منهم، تجيب لي مدرب ما على بالوش كيما فوزي بنزرتي اللي تكي على البنك وكان عجبه وتسالوا فوزي بنزرتي يجاوبك يقول لك ايه تكيتوا على البنك هذاك على خاطره انا نعرف شكون مشي فيه، بينما تجيب مدرب ما عندوش شخصية مدرب حشاكم أحمق معناها ولا فايدة في ذكر الأسامي، فهمتي يلعب تشكيلة مع الحيط ويلعب الناس ماهيش فيها شيء والناس داخلة بعضها. وحاليا المساعدين متاع المدرب فادين منهم، أنا كورت ونعرف فادين منهم الملاعبية فادين، يقولك هذا يريني فيا أنا بسام إصرار في وكل الملاعبية الكبار، يقولك هذا يريني فيا أنا باش يفهمني هذا هاو ما فهمني شيء، هاو قال لي إدهم تسمعوا بها إدهم قال لي شنو هي الخطه نتاعك، معناتها نتفكر مره كنت نكور ثم واحد هبط رون بلاصون قلت له شنو هي باش تكور انت وين باش تلعب بالضبط، قال لي هاو نونترينير قال لي ادهم ادهم معناها يعني ماهوش عارف روحه شنو هي مهاجم وسط ميدان، دونك اللي ظهر لي المدربين هذوما قاعدين يقولوا للملاعبيه ادهم قدام يا شبيك شي تو ما ثمش خط وهذا ماهوش هذا مرفوض. قالوا باش نكملوا مقابله باجه، باش نقول لكم حاجه خطيره برشا تخاف لا تكمل مقابله باجه هذه والمقابله هذه، والنجم الساحلي صدفه ينهزم ضد مستقبل سليمان واحنا ما ننتصروش ضد باجه، وقتها يجينا دم كبير ياسر ونقولوا مالا كارثه فرصه في دينا وفلتناها، كنا النجم نكونوا معناها احنا في المرتبه الاولى ولا الثانيه فلتناها وهذه النجم انهزمت ولا تعادلت. يا خويا مالا كانكم رجال ودي قرديه مقابله باجه يلزمكم تنتصروا فيها، وحتى كانها تبدا مقابله وديه يلزمك تنتصر فيها، راهو تاريخ النادي الافريقي فوقكم راه، والملاعبيه الكبار يلزمهم ينتصروا راهو ميرخوش المقابله في تبرقه تجيبوا لنا الانتصار نهار الاربعاء باش نبنيو على سكه صحيحه، ما جبتوش الانتصار مبينين عندنا بعض الملاعبيه هما الاساسيين والباقي كلهم احتياطيين لا اكثر لا اقل، اخي الفايده في كثره الانتدابات تجيب لي برشا انتدابات وهم معناها متوسطين الامكانيات، اكا يحيى المتيري هذاك وقتها باش تعطيوه فرصته باش يكور في النادي الافريقي، الطفل ملاعب كوارجي وريته وانا كوارجي لعب مره ماتش وقتها نفكر وقتها لعبوا ظاهر لي مش عارف، المهم ثم مقابله لعبها يعني يحيى المتيري تكنيك مو كور في مقابلة سوسة نتفكرها
سوسة في سوسة وقتها هبطوا وعادوا ورجعوا للفيديو وتفرجوا في يحيى المتيري ايش عمل، تو تحس بيه يهز في الكره ويخرج كوارجي مريقل. تحط يا احمد خليل في بلاصته ولا تحط لي مش عارف شكون بيكورو هذايا ان شاء الله المدرب جديد كي يبدا مدرب كبير. انا ناكد لكم على ضمانتي انا راه بيكورو باش ينجح، مدرب جديد عندهم يقول في روحه بيكورو مستلقاوه نجح. لذلك بالنسبه للمقابله نتاع ضد الاولمبي الباجي انا نطالب الملاعبيه ونطالب يوسف العلمي تركز مع الملاعبيه وكان المعد الذهني هذاك اللي جاي بينه، معناتها توصي الملاعبيه نتاعك تقول لهم راهو يلزم الانتصار في مقابله ضد الاولمبي الباجي في تبرقه، يلزمكم تجيبوا الانتصار على خاطر الانتصار تنجم تصير مفاجاه ساره وتلقى روحك في المرتبه الاولى ولا الثانيه. دونك ما تحقروش مكانكم وما تحقروش وما تستهزئوش برواحكم، ما تستهزئوش، راك ملاعب محترف يلزمك ديما تكون حاضر لجورجي، يلزمك تتدرب بكل جديه ويلزمك تعطي ما عندك. اللي سمعناه على اخبار نتاع المزياني معناها متغشش وخرج، وادم مقرب زاده كيفاش مطيش المليول وقال لهم معناها فاد معناها على المدربين عنده. والله هي صحيح هي لقطه خايبه ما عنده الحق، مادام معناها ماتش ضد سليمان وما يهبطوش يلعب، وقتاش حاب تهبطوا يلعب الطفل معناها كوارجي شوي أم واخر يهبط يلعب، الطفل كيكة هو طبيعته كيكة معناها يلعب ديما حزين ديما يحس بروحه مظلوم، على خاطر ماهوش قاعد يعمل في الشخصية قوية، ماهوش يبني في الشخصية نتاع كورة، يبني في الشخصية على هاو ظلموني هاو ظلموني، هي نعطيوها فرصة ما فيها بيس كوارجي. بالنسبة للخطط حكيت عليها اللي ما عادش فيه، حكيت لي ما عادش فيه، عندك بعض الخطط لازم تصير، إذا ما تبقاش تعمل في كلونات بينات الملاعبية. عندك كينغسلي ايدو ديما راهو على اليسار، لا سمي ربي طيب المزياني اساسي على اليسار، بسام صرار في اساسي على اليمين، وغايه الصغير صنع الالعاب ان شاء الله يرجع بسرعه، معناها غايه الصغير صنع الالعاب وقلب الهجوم، تبقى لك مكان قلب الهجوم تختار، مره تهبط حمدي العبيدي ومره تهبط كينغسلي ايدو وماهمش عاملين علينا مزيره، ما تنجمش تلعبهم زوج مع بعضهم اوكي ما يجوش مع بعضهم، مره تلعب هذا مره هذا، والباقي تدبر راسك خويا. تحب ترجع احمد خليل قلب دفاع وتخرج العمراني ويبدا يلعب خليل والشريفي ما فيها باس، تحب تلعب ثلاثه في اللاكس اذا كان تعرف روحك اللاكس نتاعك تاعك برشا تنجم تلعب ثلاثه في اللاكس تولي الخطه 5-3-2 وقتها هذه نتاع مدرب كبير، ما نجمش راهو اي مدرب يقوم به، يلزم مدرب كيما لسعد جرده فوزي بنزرتي، يلزم مدرب كاسح حجر حجولي باش ينجح في المحاوله هذه وتتعدى الامور كتزيد فوق الماء، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي وان شاء الله يصير الانتصار ضد الاولمبي الباجي نرفعوا به المعنويات قبل هالراحه هذه، والراحه هذه ان شاء الله النادي الافريقي باش يرجع للسكه الصحيحه بشرط تخلص يا يوسف العلمي تخلص الملاعبيه في الاجور نتاعها باش ما يبداوش يتبكيو ويتشكاو علينا. صحيح الانديه الاخرى راهي ماهيش قاعده تخلص في ملاعبيتها، ولكن مادام احنا النادي الافريقي معناتها اللي شادين المناصب نتاع النادي الافريقي يرخوا شوي، هم يرخوا شوي للملاعبيه معناها وكلاء ولا مش عارف شكون ينزلوا عليهم، دونك يلزم قوه شخصيه في الاداره باش الملاعبيه ما يهزوش روسهم ويكوروا. وجمهور النادي الافريقي راه واقف معاكم بقدره الله، نحبوا البلاي اوف ننطلقوا، هو الكاس افريقيا نحبوا ننطلقوا، واحنا روسنا مرفوعه جماهير النادي الافريقي نحبوا بقدرنا عالي، وان شاء الله بالتوفيق للنادي الافريقي وفيفا فرز السيارة.